حدث في عاشوراء. لا أريد أن أقرأ لكم مصائب حدثت في عاشوراء. شيء كوني ما حدث في كل تاريخ هذه الكائنات وسوف لن يحدث مثل ذلك إلى قيام القيامة. إخواني، الموجبات لصلاة الآيات أربعة أمور، هذه التي توجب صلاة الآيات، هذه أبرز مظاهر غضب الله سبحانه وتعالى التي تحصل. الكسوف، الخسوف، الزلزلة، المخاوف السماوية والأرضية. هل تعرفون في تاريخ خلق هذه الكائنات يوما اجتمعت كل موجبات صلاة الآيات، كل موجبات، كل مظاهر غضب الله عز وجل؟ هذا الشيء لم يحدث سابقا وسوف لن يحدث في المستقبل. أصلا هذا الشيء خلاف تكوين هذه المخلوقات. الخسوف والكسوف لا يمكن أن يجتمعا في يوم واحد، غير ممكن. هذا بين الخسوف والكسوف لازم، هذا الشيء ضروري كوني، لازم أن يكون بين الخسوف والكسوف أسبوعان. هذا شيء ضروري، لا يمكن أن يحدث خسوف وكسوف في يوم واحد، هذا شيء مستحيل استحالة كونية. اقرأوا وضع الخسوف، وضع الكسوف، كيف يحدث الخسوف، كيف يحدث الكسوف، تعرفون بكل وضوح، تعرفون شيء غير ممكن. خسوف للقمر، كسوف للشمس، زلزلة استثنائية، ريح سوداء مطرت السماء دما، مخاوف سماوية، مخاوف أرضية، وغيرها وغيرها، كلها اجتمعت في يوم عاشوراء، ولم يجتمع مثل ذلك ولن يجتمع مثل ذلك إلى يوم القيامة، إلى قيام القيامة. حتى الجمادات تعاملت تعاملا استثنائيا مع عاشوراء، الشمس، القمر، السماء، الأرض، كلها